جديد في الجزء الثالث من تحلل السكر Glycolysis. درسنا سابقا تفاعلات وإنزيمات تحلل السكر، وباختصار الجلوكوز يتحول إلى جلوكوز 6 فوسفات بالكينيز، ثم يتحول إلى الفركتوز 1.6 بيس فوسفات، وهو نقطة مهمة جدا. بعدها تشطره الألدوليز إلى مركبين ثلاثيين ترايوز. الترايوز يخضع لنزع الهيدروجين، ومن ثم يتابع التفاعلات حتى نصل إلى البايروفيت. وخلال هذه العملية يتم إنتاج الطاقة إما على بالفسفات على مستوى الركيزة في التفاعلين 7 و10، أو عن طريق نزع الهيدروجين وإنتاج التميم ناد H الذي يخضع للفسفات الأكسدية ويعطينا الطاقة عن طريق هذه العملية. وصلنا في آخر الحديث في المرة السابقة إلى مصير البايروفيت، وقلنا أنه بوجود الأكسجين والمتقدرات الناد H تخضع للأكسدة وتعطيني طاقة أستفيد منها في فسفتة 3 ADP إلى ATP. أما البايروفيت فيخضع لتفاعل يحفزه معقد نازعة هيدروجين البايروفيت، بايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس، ليعطيني أستيل التميم ألف. وسنبدأ اليوم بالحديث عن آلية هذا المعقد الإنزيمي. الآن البايروفيت هو أحد الحموض الكيتونية ألفا، البايروفيت ألفا كيتوغلوتاريت، وأيضا خلال تقويض الحموض الأمينية متفرعة السلسلة نحصل على حموض كيتونية ألفا. هذه الحموض الكيتونية تخضع لما يسمى أكسيداتيف ديكربوكسيليشن، نزع الكربوكسيل الأكسدي، وهي عملية يتم فيها نزع الكربوكسيل ونزع الهيدروجين من الركيزة، وتتضمن 3 إنزيمات و5 تمائم كوإنزيمز، وهي مشتقة كما تعرفون من الفيتامينز، من الفيتامينات، وأيضا تحتاج إلى المغنيسيوم. حقيقة شوارد المغنيسيوم ستسمح لنا بحجب الشحنات السالبة للبروتينات وللركائز، للركائز سواء البايروفيت أو غيره من الحموض الكيتونية ألفا، وبالتالي تسمح بأن يتقاربا، لأن البايروفيت والحموض الكيتونية ألفا شحنتها سالبة وكذلك البروتينات. لولا وجود المغنيسيوم لما كان ممكنا أن يقترب البايروفيت من هذه الإنزيمات وأيضا الركائز الأخرى، لأنها بروتينات وشحنتها سالبة. مختصر تفاعل البايروفيت هو بنزع الهيدروجين هو أنه يتحول إلى أسيتيل التميم ألف كما نشاهد، ويخرج منه CO2، نزع الكربوكسيل وننزع منه الهيدروجين ليعطينا التمائم ناد H زائد H زائد. تعالوا نرى تفاصيل هذه العملية. كما تشاهدون حقيقة بالنظرة الأولى ستقولون أنها عملية معقدة كالعادة، دعونا نحللها إلى عناصرها، دعونا نخفي المنظر المعقد ونبدأ بمرحلة مرحلة. كما قلنا الإنزيم هو عبارة عن 3 معقدات، عفوا معقد نازعة هيدروجين البايروفيت هو مكون من 3 إنزيمات. الإنزيم الأول هو نازعة هيدروجين البايروفيت، ركيزته هو البايروفيت، ويقوم حقيقة بنزع CO2 من البايروفيت ليتحول إلى هيدروكسيل إيثيل الذي يرتبط بالتميم TDP أو ثيامين دايبوسفيت، أو TBB أو ثيامين بايروفوسفيت، وهو مشتق كما
يدل عليه اسمه من الثيامين الفيتامين بي 1. الآن المحصلة، إذن أننا حصلنا على أحد نواتج هذه العملية وهو CO2. يأتي الإنزيم الثاني وهو ناقلة أسيتيل ثنائي هيدرو حمض اللايبويك داي هيدرولايبويك أسيد أسيتيل ترانسفيريز داي هيدرولايبويت أسيتيل ترانسفيريز. هذا الإنزيم يقوم بعدة أدوار. هو بروتيني الطبيعة، إحدى ثمالاته هي الليزيل الحمض الأميني الذي ينتهي كما تشاهدون هنا بالارتباط بحمض اللايبويك. حمض اللايبويك هو ليس فيتامينا، هو من المواد الشبيهة بالفيتامينات. يكون في الإنزيم مرتبطا مع الإنزيم بشكله المؤكسد كما تشاهدون SS، وهنا المركز الفعال لهذا الإنزيم. ما يحدث الآن أن هيدروكسيل إيسيل يتم نقل جزء منه CH3CO أي الأسيتيل إلى إحدى ذرات الكبريت اللي موجودة هون S أسيتيل، بينما ذرة الهيدروجين يتم نقلها إلى ذرة الكبريت الأخرى. اللايبوميد المؤكسد لم يعد مؤكسدا، أصبح لدينا مركب أسيتيل اللايبوميد أسيتيل اللايبوميد المرتبط بالإنزيم. في الخطوة الثانية من عمل هذا الإنزيم يقوم بنقل الأسيتيل إلى التميم ألف كو إتش. هذا التميم هو أيضا من مشتقات الفيتامينات من البانتوثينيك أسيد. بنقل أسيتيل إلى التميم ألف ينتج لدينا أسيتيل التميم ألف، وهو الناتج الثاني بعد CO2 لنزع هيدروجين البايروفيت. أصبحت الآن اللايبوميد أصبح الـ SH مرة أخرى، ولدينا الـ SH مرة أخرى في الطرفين النهائيين لللايبوميد. هاتان الذرتان من الهيدروجين أصبحتا الآن جاهزتان لنقلهما إلى أحد التمائم وهو الفاد بإنزيم ثالث يدعى نازعة هيدروجين ثنائي هيدرو حمض اللايبويك داي هيدرولايبويت دي هيدروجينيز، وهو إنزيم يقوم بنقل الهيدروجين من اللايبوميد المرجع إلى الفاد ليصبح فاد H2. الفاد H2 مرتبط بنازعة هيدروجين ثنائي هيدرو حمض اللايبويك، ولذلك لا فائدة من هذا النزع إذا لم يتم تحرير الفاد H2، وهو ما يقوم به نازع هيدروجين ثنائي هيدرو حمض اللايبويك، حيث ينقل الذرتي الهيدروجين من الفاد H إلى الناد ليعطيني الناتج الأخير من تفاعل نزع هيدروجين البايروفيت وهو ناد H زائد H. أما ثنائي هيدرولايبوميد فالآن نزعنا منه ذرتي هيدروجين، وبالتالي عاد مرة أخرى إلى شكله المؤكسد ليستطيع إتمام العملية من جديد، وهكذا تستمر هذه التفاعلات. نفس هذا التسلسل من التفاعلات نجده في نازعة هيدروجين البايروفيت كما نرى، وفي نازعة هيدروجين ألفا كيتوغلوتاريت التي وجدناها في حلقة كريبس، وأيضا خلال تقويض الفالين واللوسين والأيزولوسين. الآن ما فائدة هذا الإنزيم؟ ما فائدة هذا المعقد؟ قلنا أن الجلوكوز عندما نريد أن نأخذ منه طاقة يصل إلى البايروفيت يجب أن يدخل إلى المتقدرات ويتحول إلى أسيتيل التميم ألف الذي يلتحق بدورة كريبس بعد أن يتكاثف مع الأوكسالو أسيتيت، وهذا بالتالي سيؤدي خلال
كريبس إلى إنتاج التمائم المختزلة reduced coenzymes التي تخضع للأكسدة في السلسلة التنفسية وبالتالي إنتاج الطاقة في الفسفتة الأكسدية. هذا هو الدور الذي يلعبه نزع هيدروجين البايروفيت، وبنفس الطريقة سيتدخل في حلقة كريبس ألفا كيتوغلوتاريت ويحوله إلى سكسينيل التميم ألف، طبعا إنزيم آخر ألفا كيتوغلوتاريت دي هيدروجينيز إنما بالآلية ذاتها. الآن ماذا لو حدثت طفرة في نازعة هيدروجين البايروفيت أو لو نقص فيتامين الثيامين بي 1، أي أن تفاعل نزع هيدروجين ألفا كيتو أسيد لن يحدث سيثبط. ما هي النتائج؟ أول نتيجة أن البايروفيت لن يتحول إلى أسيتيل التميم ألف، وبالتالي سيتراكم البايروفيت ولا سبيل له إلا التحول إلى اللاكتيت الذي يزداد تركيزه في الدم كثيرا مما يؤدي إلى حدوث ما يسمى اللاكتيك أسيدوزيس، الحماض اللبني أو اللاكتيكي. أيضا ستثبط حلقة كريبس، وبالتالي ستتوقف عملية إنتاج الطاقة سواء من الجلوكوز من البايروفيت أو من أي مصدر آخر لأسيتيل التميم ألف. ما هي الأعضاء التي ستتأثر مباشرة سواء أكان العوز هو BDH أو الثيامين؟ كما قلنا لن أستطيع استخدام الجلوكوز. ما هي أهم الخلايا التي تعتمد بشكل كلي على الجلوكوز؟ ستتثبط تحول البايروفيت إلى أسيتيل تميم ألف، وتتثبط حلقة كريبس، كل هذا سيؤدي إلى تراكم البايروفيت واللاكتيت وبالتالي الحماض. هذا الحماض سيؤدي إلى توسع وعائي محيطي مع وزمه، أي أعراض قلبية وعائية. ولأن الجملة العصبية تعتمد كليا على الجلوكوز فهي من سيتأثر كثيرا بهذا الموضوع، ولذلك سنجد أن الأعراض تتضمن تظاهرات عصبية. وهنا حقيقة الخلية كالكرية الحمراء لن تتأثر كثيرا لأنها هي بالأصل لا تعتمد على حلقة كريبس ولا على تحويل البايروفيت إلى أسيل التميم ألف، بالعكس هي دائما تحول البايروفيت إلى لاكتيت. لكن هذه الكريات الحمر قد تتعرض لحدوث عوز طفرة في إنزيمات بداخلها كإنزيم الألدوليز أو إنزيم البايروفيت كاينيز. ما الذي سيجري في هذه الحالة؟ كيف ستتأثر هذه الكريات عندما تحدث هذه الأعواز؟ الآن لنتحدث عن مصير البايروفيت بغياب الأكسجين والمتقدرات. لا يوجد أكسجين ولا متقدرات، ما الذي يحدث؟ حقيقة هو كما قلنا منذ قليل التفاعل الوحيد أمام البايروفيت في هذه الحالة هو أن يتحول إلى اللاكتيت بإنزيم نازعة هيدروجين لاكتيت، ويستخدم الناد إتش الذي نتج من التفاعل السادس ويؤكسده إلى ناد ويتحول البايروفيت إلى لاكتيت. هذا الناد أستطيع أن أستخدمه مرة أخرى لاستمرار تفاعلات تحلل السكر. ما فائدة تشكيل اللاكتيت في هذه الحالة؟ لولا هذا التفاعل لتراكم الناد إتش ولم يعد في الخلية كميات من الناد المؤكسد، وبالتالي لتوقفت عملية تحلل السكر كاملة. سننتقل إلى أهمية تحلل السكر ووظائفها، طبع الرقم واحد هو إنتاج الطاقة. إنتاج الطاقة، وأصبحتم تستطيعون بسهولة أن تحسبوا كمية الـ ATP التي يمكن أن تنتج في تفاعلات تحلل السكر إذا بدأنا من الجلوكوز، سواء طبعا الآن نعرض الحالة بوجود الأكسجين والمتقدرات أنها ستكتمل إلى بايروفيت وبالتالي ستعطينا 8 ATP
وإذا بدأنا من الجليكوجين فستعطينا 9 ATP. ولو أكملنا نزع الهيدروجين هيدروجين البايروفيت و أكسدنا الجلوكوز بشكل تام ضمن حلقة كريبس إلى CO والسلسلة التنفسية طبعا إلى CO2 وH2O وطاقة، سنجد أن 38 ATP هو الناتج في حال وجود الأكسجين والمتقدرات aerobic oxidation of glucose، وسيكون فقط 2 إذا كان anaerobic أي لا يوجد أكسجين أو لا توجد متقدرات. الوظيفة الأخرى هي أنه يمكن أن نستخدم أحد مستقلبات تحلل السكر وهو 3-فوسفوغليسيريت ونحوله إلى سيرين وهو أحد الحمض الأمينية غير الضرورية تغذويا، ومن السيرين نستطيع أن نأخذ حمض أمينية أخرى ومشتقات أيضا أخرى. الأمر الآخر أنه أيضا يمكن أن نأخذ الجليسيرول 3-فوسفيت الذي يستخدم في تشكيل تراي أسايل جليسيرول التي يتم خزنها في عملية تدعى اللايبوجينيسيس. أيضا في الكريات الحمراء لتحلل الجلوكوز وظيفة خاصة جدا، فضلا عن أن تحلل السكر هو المصدر الوحيد للطاقة للكريات الحمر، يلعب تحلل السكر دورا آخر مهما في وظيفة الهيموغلوبين. هناك سبيل آخر يدعى سبيل 2-3-بيسفوسفوغليسيريت 2-3-بيسفوسفوغليسيريت باثوي أو شنت. في الحقيقة يحدث فيه أن 1-3-بيسفوسفوغليسيريت بدل أن أخذ منها الطاقة من الرابطة عالية الطاقة والفسفتة على مستوى الركيزة بإنزيم كيناز فوسفوغليسيريت، يعمل إنزيم آخر يدعى موتيز بيسفوسفوغليسيريت. هذا الموتيز يقوم بنقل الفوسفات من الموقع الأول إلى الموقع الثاني ليصبح لدينا مركب 2-3-بيسفوسفوغليسيريت الذي يقوم إنزيم آخر يدعى فوسفاتيز بنزع الفوسفات منه ليحوله إلى 3-فوسفوغليسيريت. ما الذي حدث هنا؟ خسرنا طاقة لكن كسبنا شيئا آخر. 2-3-بيسفوسفوغليسيريت عندما يرتبط بالهيموغلوبين يخفف ألفته تجاه الأكسجين، وهذا يعني أنه يسمح بإطلاق الأكسجين في الأنسجة، وهذه هي وظيفته الرئيسية الأخرى في الكريات الحمر. الآن نتحدث عن البايروفيت كنقطة التقاء، من أين يأتي وإلى أين يمكن أن يتحول؟ كما وجدنا في تحلل السكر جلوكوز حمض البايروفيت والسبيل الرئيس. هناك إنزيم آخر مالك إنزيم يحول حمض المالك باستخدام التميم ناد بي أيضا إلى البايروفيت. ستدرس هذا الإنزيم جيدا في عمليات اللايبوجينيسيس وفي الجلوكونيوجينيسيس أو استحداث الجلوكوز. أيضا الكثير من الحموض الأمينية المولدة للجلوكوز بالكاتابوليزم تعطيني حمض البايروفيت. هذه مصادر أحادية الاتجاه، هناك مصادر ومصائر في نفس الوقت. بتفاعل عكوس يقوم إنزيم ناقلة أمين الألانين ألانين ترانس أمينيز بتحويل البايروفيت إلى ألانين والعكس، وهذا يفيدنا إذا كنا نحتاج الألانين نأخذه من البايروفيت القادم من الجلوكوز، إذا كنا نريد بايروفيت من أجل استحداث الجلوكوز نأخذ الألانين نحوله إلى بايروفيت ويدخل في استحداث الجلوكوز. الآن أيضا من المصائر ثنائية الاتجاه هو اللاكتيت والبايروفيت. حقيقة الأمر أن
تحول البايروفيت إلى لاكتيت يمكن أن يجري في أي مكان في الجسم، في أي خلية. لكن تحول اللاكتيت إلى البايروفيت، في الواقع اللاكتيت يذهب إلى الدوران ويدخل جميع الأنسجة، لكن لا أحد يتعامل معه إلا خليتان فقط، الخلية العضلية القلبية والخلية الكبدية. الخلية الكبدية تحول اللاكتيت إلى بايروفيت وتدخله سبيل استحداث الجلوكوز. أما الخلية العضلية القلبية ففيها ميزة مهمة، وهي أن كمية المتقدرات فيها عالية جدا واستهلاك الطاقة عالي جدا، وبالتالي حلقة كريبس هي دائما دائما فاعلة، وبالتالي البايروفيت دائما يتحول إلى أستيل تميم ألف، وهذا يعني أن تركيز البايروفيت دائما أقل من اللاكتيت، مما يسمح باللاكتيت بتحول إلى بأن يتحول إلى البايروفيت، وبالتالي دخول حلقة كريبس كمصير رئيسي. الآن حمض البايروفيت من مصائره الرئيسة أيضا أنه يتحول إلى أستيل تميم ألف كما قلنا ويدخل حلقة كريبس، وأيضا انتبه أنه يمكن هو الذي يمكن أن أحوله إلى الأوكزالو أسيتيت البرايم أو المركب الرئيس في حلقة حمض الستريك أو حلقة كريبس. أيضا انتبه إلى دور التمائم، دور الفيتامينات في هذه التفاعلات. لا يحدث هذا التفاعل بايروفيت إلى أوكزالو أسيتيت ما لم يكن البيوتين موجودا، وهو أحد الفيتامينات الذوبة في الماء. وأيضا هنا نحتاج إلى البانتوثينيك، نحتاج إلى الثيامين، نحتاج إلى اللايبويك، نحتاج إلى الريبوفلافين، نحتاج إلى النيكوتين أمايد، وهي كلها فيتامينات ذوبة في الماء. ما الذي يحدد كيف يذهب البايروفيت، أستيل تميم ألف أم أوكزالو أسيتيت؟ حقيقة هي حالة الخلية عموما. لو رأينا مثلا في حالة الصيام الخلية كالخلية الكبدية، هل الخلية الكبدية في حالة الصيام تأتيها الطاقة من الحموض الدهنية بكميات كبيرة، وبالتالي حلقة كريبس إلى حد كبير هي ليست مصدرا مهما للطاقة بالنسبة من الجلوكوز بالنسبة للخلية الكبدية، ولذلك الأوكزالو أسيتيت معظمه في هذه الحالة تأخذ الخلية الكبدية وتحوله إلى الجلوكوز في عملية استحداث الجلوكوز. طب ما الذي سيمنع البايروفيت أن يتحول إلى أستيل تميم ألف وليس إلى أوكزالو أسيتيت؟ الحقيقة هي أن عندما يتراكم أستيل تميم ألف، لأن الخلية الكبدية لا تستخدمه، هذا التراكم سيؤدي إلى أن أستيل التميم ألف سيثبط نازعة هيدروجين البايروفيت وينشط تحول البايروفيت إلى أوكزالو أسيتيت، مما ينشط سبيل استحداث الجلوكوز كما ستجده في محاضرة لاحقة. الآن قلنا أنه عندما ندرس أي سبيل استقلابي يجب أن ندرس الركائز، المستقلبات الوسيطة، النواتج النهائية، آليات التحول، الثيرموديناميك، وأيضا التنظيم. كيف تتنظم عملية تحلل الجلوكوز؟ رقم واحد هو دخول الجلوكوز إلى الخلية، وكما قلنا سابقا الأنسولين لا يتدخل في دخول الجلوكوز إلى الخلية إلا في الأنسجة التي تحتوي على نواقل الجلوكوز رقم 4. ما هي هذه الأنسجة؟ الأمر الآخر، وفق ماذا سيتم تنظيم سبيل تحلل الجلوكوز وأكسدة البايروفيت؟ على أي أساس سننظم؟ تنظيم عمل الإنزيمات يتم بعدة آليات. آلية التأقلم طويل الأمد course regulation، ويتم فيه تعديل التعبير الجيني وتخليق إنزيمات جديدة أو تثبيت تخليق إنزيمات جديدة. الآلية الأخرى allosteric mechanism، allosteric regulation، طبعا عندما نقول regulation نعني التثبيت أو التنشيط. الallosteric غالبا تتم وفق حاجة الخلية، أما التعديلات التساهمية
covalent modification فهي التي تفرضها حاجة الجسم وحالة الإطعام وبالتالي الهرمونات. فنحن نعلم أنه عندما نتناول الطعام سيكون الإنسولين هو السيد، ولكن عندما يغيب الطعام ندخل في حالة الصيام سيكون الإنسولين إلى حد ما غائبا عن الملعب. هذه هي التعديلات الثلاث الرئيسية. تعالوا ندخل الآن في آليات تنظيم العمل كمثال مبسط عن التعديلات التساهمية. بعضكم درس الهرمونات ودرس آلية عملها وبعضكم سيدرسها لاحقا. هذا نموذج مبسط ومختصر لآلية العمل. سنأخذه على إنزيم كيناز البايروفيت، بايروفيت كينيز. بايروفيت كينيز في حالة الصيام كما تجدون ستزداد هرمونات الجلوكاجون والأدرينالين. الجلوكاجون والأدرينالين سينشطان إنزيم يدعى أدينيليل سايكليز، أدينيليل سايكليز محلقة الأدينيليل التي تحول ATP إلى سايكليك AMP. سايكليك AMP عندما يزيد ينشط بروتين كينيز A الذي يحول البايروفيت كينيز من الشكل الأكتيف أكتيف فاعل إلى الشكل المفسفت غير الفاعل شكل B. الشكل الأول بايروفيت كينيز غير مفسفت فاعل، بايروفيت كينيز مفسفت غير فاعل، وبالتالي تتثبط عملية تحلل السكر ونتوقف عن استخدام الجلوكوز كمصدر للطاقة في كثير من الأنسجة. الآن ماذا يحدث في الطعام؟ خلال الطعام أي هرمون سيخرج من جديد إلى الملعب؟ أكيد الإنسولين، وبالتالي عمل الجلوكاجون والأدرينالين سينخفض إلى حدوده الدنيا. ماذا تتوقع أن يفعل الإنسولين؟ بداية كان دور الجلوكاجون والأدرينالين معتمدا على السايكليك AMP. أول ما سيفعله الإنسولين يجب أن ينقص السايكليك AMP ويجب أن يعيد تحويل بايروفيت كينيز المفسفت إلى بايروفيت كينيز غير المفسفت الفاعل، وهو فعلا ما يفعله الأنسولين حيث ينشط إنزيم فوسفودايستريز الذي يحول السايكليك AMP الشكل الحلقي من الأدينوزين مونوفوسفيت إلى الشكل غير الحلقي لهذا النكليوتيد، وبالتالي لم يعد لدينا سايكليك AMP لتنشط البروتين كينيز. وأيضا ينشط الأنسولين إنزيم الفوسفاتيز الذي يزيل الفوسفيت عن البايروفيت كينيز ليعيد تحويله إلى الشكل الأكتيف وتزداد عملية تحلل الجلوكوز من جديد. هذا مجرد مثال مبسط عن دور التعديلات التساهمية لتفهمها، وستفهمها أكثر عندما تدرس الهرمونات الأخرى. الآن أين يمكن أن أنظم تحلل الجلوكوز؟ هذه هي اللوحة أمامك. أين يمكن أن أنظم تحلل الجلوكوز؟ هل أنظمه في أي تفاعل؟ بالتأكيد لا. عموما في السبل الاستقلابية التفاعلات التي تخضع للتنظيم هي التفاعلات غير العكوسة، 1 و3 و10، التفاعلات 1 و3 و10. أي أهم موقع في هذه المواقع الثلاثة؟ قلنا سابقا أن الهكسوكينيز والجلوكوكينيز وهذا التفاعل تحويل الجلوكوز إلى جلوكوز 6-فوسفيت موجود في سبل استقلابية أخرى. فإذا التفاعل الأول المهم في التنظيم هو الفوسفوفركتوكينيز 1. الآن كيف أنظم تحلل السكر على مستوى الخلية؟ كيف أفكر بالموضوع؟ كيف أفهمه؟ لا أريد أن نبصم الأشياء بصما. ما هي الوظيفة الأولى لتحلل الجلوكوز؟ إنتاج الطاقة. فإذا طالما أن الهدف إنتاج الطاقة، وبالتالي يجب أن أعرف أنه خلال
حاجة الخلية للطاقة ستزداد التفاعلات، وخلال الاكتفاء بها ستقف التفاعلات. ما الذي يشير إلى أن الخلية بحاجة إلى الطاقة؟ أكيد الـ AMP أو الـ ADP، لأنه يستخدم الـ ATP يستخدم فيتحول إلى ADP أو AMP. ما الذي يشير إلى الاكتفاء بها؟ تذكر أننا قلنا أن الستريت يتراكم عندما نكتفي بالطاقة، وبالتالي الستريت هذا يعني أن كريبس توقفت، وبالتالي الستيلكو A أيضا يتراكم والـ ATP أيضا يتراكم. إذن كيف تجري عملية التنظيم؟ كما ستجدون مباشرة الستريت والـ ATP ستثبت فوسفوفراكتوكينيز 1، والأسيتيل التميم ألف مع الـ ATP سيثبت البايروفيت كينيز، في حين أن AMP أو ADP سينشط الإنزيمين معا. أيضا الفركتوز 1.6 بيس فوسفيت ينشط البايروفيت كينيز. ولا تنسى أننا قلنا جلوكوستي فوسفيت يثبت الهيكسوكينيز ولكن ليس الجلوكوكينيز، لأن وظيفتها الخزن ولا يجوز تثبيطها هنا. تعالوا نقرأ الموضوع وكأننا خلية بحاجة للطاقة. بحاجة للطاقة، إذن AMP و ADP عالية، سترات منخفضة، ATP منخفضة، أستيل تميم ألف منخفض، هذه المركبات الثلاثة منخفضة، وبالتالي زال الأثر التثبيطي على الإنزيمين. AMP عالية، وبالتالي ستنشط الفوسفوفراكتوكينيز، وبالتالي سيزداد فركتوز 1.6 بيس فوسفيت الذي ينشط البايروفيت كينيز، وأيضا AMP سينشط البايروفيت كينيز. أما إذا كانت مكتفية فهذا منخفض وبالتالي لا يوجد تنشيط، بالعكس هناك تراكم بهذه المركبات وتثبيط لتحلل السكر. الآن التعديلات التساهمية كما ذكرناها منذ قليل، ودور الهرمونات، الإنسولين له علاقة بدخول الجلوكوز بشكل مباشر بالأنسجة التي تحتوي جلوكوز ترانسبورتر 4، لكن أيضا الأنسولين يمكن أن يساهم إنما بشكل غير مباشر في دخول الجلوكوز إلى الخلايا مثل الخلايا الكبدية وغيرها. كيف؟ عندما ينشط هذين الإنزيمين، وبالتالي ينشط الفسفتة، وبالتالي ينشط تحول الجلوكوز إلى جلوكوز 6 فوسفات، وبالتالي دائما تركيز الجلوكوز داخل الخلية منخفض أقل من تركيزه في الدم، مما يسمح بدخول الجلوكوز إلى داخل الخلايا الكبدية مثلا على سبيل المثال. الأمر الآخر، الإنسولين كما ذكرنا ينشط التعديلات التساهمية فوسفوفراكتوكينيز 1 والبايروفيت كينيز 1 بالتعديلات التساهمية. أما الجلوكاجون والأدرينالين فمفعولها معاكس تماما لمفعول الأنسولين. على المدى الطويل، لنفترض أن شخصا يأكل كمية كبيرة من السكريات ويستخدم كمية كبيرة من الطاقة من الجلوكوز، ستجد فيما بعد أن الإنسولين سيزيد تخليق الإنزيمات الثلاثة جلوكوكينيز فوسفوفراكتوكينيز والبايروفيت كينيز. أما الأدرينالين والكورتيزونات فستعمل على عكس هذه العملية. ما هو عكس سبيل تحلل السكر وكيف يتم تنظيمه؟ ستأخذ هذا السبيل وهو سبيل استحداث الجلوكوز لاحقا، لكن الآن فرصة، طالما أنت طلعت على تحلل السكر فرصة أن تفهم كيف يتم التنظيم المعاكس لهذين السبيلين المنفصلين في ثلاثة تفاعلات رئيسة. استحداث الجلوكوز يتضمن عكس التفاعلات الثلاث غير العكوسة، أهمها هو عكس تفاعل الفوسفوفراكتوكينيز 1 بإنزيم يدعى الفوسفاتيز الذي يحول فركتوز 1.6 بيس فوسفيت إلى فركتوز 6 فوسفيت لتتابع التفاعلات لاحقا وتعطينا الجلوكوز. الآن ما الذي يحدد ضمن الخلية أي سبيل سيجري تحلل السكر
أم استحداث السكر؟ تحلل الجلوكوز أم استحداث الجلوكوز؟ حقيقة هنا حتى نفهم هذا التنظيم أرجو التركيز قليلا في اللوحة التالية. الآن لدينا حالة هي حالة أن الجلوكوز موجود وبكميات كبيرة فيتحول إلى فركتوز 6 فوسفات كما ذكرنا. هناك إنزيم الآن آخر غير الفوسفوفركتوكينيز 1 يدعى فوسفوفركتوكينيز 2، وهذا الإنزيم أرجو الانتباه هو جزء من معقد إنزيمي يحوي فعاليتين إنزيميتين فوسفوفركتوكينيز 2 وفركتوز 2 6 بيس فوسفاتيز. فوسفوفركتوكينيز 2 تضيف الفوسفات إلى الموقع 2 وتعطيني فركتوز 2 6 بيس فوسفات وليس فركتوز 1 6 بيس فوسفات كما تفعل فوسفوفركتوكينيز 1. الآن فركتوز 6 فوسفات عندما يزداد لدينا جلوكوز سينشط هذا المعقد الإنزيمي وبالتالي سينشط فوسفوفركتوكينيز 2. فوسفوفركتوكينيز 2 الأكتف فتتحول فركتوز 6 فوسفات إلى فركتوز 2 6 بيس فوسفات. الفركتوز 2 6 بيس فوسفات ماذا يفعل؟ ينشط الفوسفوفركتوكينيز 1 أي ينشط هذا وبالتالي ينشط تحليل السكر وإنتاج الطاقة ويثبت الفركتوز 1 6 بيس فوسفاتيز أي يثبت استحداث الجلوكوز. هذا في حالة تناول الطعام. إذن باختصار تناول الطعام يزيد الجلوكوز يزيد فركتوز 6 فوسفات عبر تحلل السكر تفارغيا ينشط الفوسفوفركتوكينيز 2 التي تحول فركتوز 6 فوسفات إلى فركتوز 2 6 بيس فوسفات الذي يقوم بتنشيط الفوسفوفركتوكينيز 1 وبالتالي تنشيط تحلل السكر والذي يقوم أيضا بتثبيط الفركتوز 1 6 بيس فوسفاتيز وبالتالي تثبيط استحداث الجلوكوز. الآن دخلنا حالة الصيام، ما الذي سيحدث؟ سايكليك اي ام بي ستزداد، كيناز البروتين اي سيزداد ويفسفت هذا المعقد الإنزيمي. انتبه إلى ماذا يحوله بالفسفتين، فوسفوفركتوكينيز التي كانت أكتف تحولت إلى عاطلة inactive. اما الفركتوز 2 6 بيس فوسفاتيز التي كانت عاطله تحولت الى شكلها الفعال وبالتالي لم يعد لدينا فركتوز 2 6 بيس فوسفات. اذا زال التاثير التثبيطي على استحداث السكر والتنشيطي على فوسفوفركتوكينيز 1 وبالتالي بدا سبيل استحداث الجلوكوز بالحدوث. الان عدنا مرة أخرى إلى الطعام، ما الذي سيفعله الإنسولين؟ مرة أخرى بالفوسفودايستريز سيلغي السايكليك اي ام بي، سيلغي البروتين كينيز، سيلغي الفسفتي ويعيد مرة أخرى الإنزيم إلى شكله الأول الذي فيه الفوسفوفركتوكينيز 2 أكتف وبالتالي زيادة إنتاج الفركتوز 2 6 بيس فوسفات الذي ينشط الفوسفوفركتوكينيز 1 ونعود مرة أخرى إلى تنشيط تحليل الجلوكوز تحلل الجلوكوز. الآن ماذا عن تنظيم أكسدة البايروفيت؟ ببساطة الناتج هو أسيتيل التميم ألف كما تشاهدون اللوستيريكالي تفارغيا أسيتيل التميم ألف يثبت هذا الإنزيم والناد إتش يثبت هذا الإنزيم. إذن هذا الإنزيم لوحده يثبت بالنواتج وحقيقة الأمر أن الخلية إذا كانت لا تحتاج إلى الطاقة سيتراكم الناد إتش وبالتالي معقد إنزيم نازعة هيدروجين البايروفيت لن يجد ناد ليعطيه الإتش من الفاد وسيتوقف التفاعل. أيضا هذا الإنزيم يخضع لنفس عملية التعديلات التساهمية التي تسيطر عليها كيناز نازعة هيدروجين البايروفيت والتي تتنشط أيضا تفارغيا بـ ATP على ADP
ناد اتش على ناد استيل على كو اي. هذه النسب زيادتها في الخليه ماذا تعني؟ تعني ان الخليه مكتفيه بالطاقه. سيتنشط الكيناز، يتحول الانزيم غير المفسفت الفعال الى شكله المفسفت العاطل. اما البايروفيت وهو كميته كبيره والكالسيوم فسينشطان هذا الانزيم، وهذا له دور مهم جدا في النسيج العضلي. الانسولين في النسيج الشحمي تحديدا ينشط الفوسفاتيز ويحول البايروفيت ديهيدروجينيز من شكله العاطل الى شكله الفاعل ليزداد تشكيل استيل تميم الف. وسنجد لاحقا ان عمليه لايبوجينيسيس تخليق الدهون تحتاج إلى توافر كميات كبيرة من أسيتيل التميم ألف، وهو ما يفعله الأنسولين الذي ينشط أيضا عملية تخليق الدهون وخاصة في النسيج الشحمي. الآن نتذكر معا أن الفسفاتيل الأكسدية موجودة داخل المتقدرات، ووظيفتها الأولى هي أكسدة التمائم المختزلة لإنتاج طاقة تكفينا لفسفتة الـ ADP. لكن وجدنا أيضا أن التمائم قد تنتج في السيتوزول في العصارة الخلوية، ونعلم تماما أن الغشاء المتقدر غير نافوذ لكميات لمركبات كثيرة، لذلك سنحتاج إلى طريقة نستطيع من خلالها أن ننقل هذه التمائم المختزلة إلى داخل المتقدرات. هذه الطرائق تسمى شاتلز، مكوكات. لدينا المكوك الأول هو جليسيرول فوسفيت شاتل أو مكوك فوسفيت الجليسيرول. ما الذي يحدث فيه؟ العصارة الخلوية لدينا ناد اتش ولدينا مركب فوسفات ثنائي هيدروكسي الأسيتون. يتم نقل الهيدروجينات من الناد اتش إلى فوسفات ثنائي هيدروكسي الأسيتون، أي إرجاعه إلى الجليسيرول 3 فوسفات الذي يعبر الغشاء المتقدر الخارجي ليصل إلى الغشاء المتقدر الداخلي ولكن لا يستطيع عبوره. يدخل إنزيم آخر هو نفس الإنزيم الأول، نازعة هيدروجين الجليسيرول 3 فوسفيت، إنما هنا تميمها هو الفاد، تميمها في السيتوزول هو الناد، تميمها هنا هو الفاد، وبالتالي يعطي ذرتي الهيدروجين الجليسيرول 3 فوسفيت إلى الفاد ليتشكل فاد H2، ويعود مرة ثانية فوسفات ثنائي هيدروكسيل أسيتون ليتشكل ويخرج ليحمل مرة أخرى ذرتي هيدروجين وتستمر الدورة. حقيقة هنا يجري أننا نخسر 1 ATP، نعلم أن الناد H يعطيني 3 ATP، نعلم أن الناد H يعطينا 3 ATP، أما الفاد H2 فيعطيني 2 ATP. نخسر هذه الATP في مناطق معينة وفي أزمنة معينة. أكثر ما يوجد هذا المكوك في الخلايا العضلية القلبية وفي الأوقات التي نحتاج فيها إلى السرعة. انظر إلى بساطة هذا المكوك وسرعته مقابل هذا المكوك. الأمر أكثر تعقيدا هنا، لكنه ليس معقدا، يمكن أن تبسطه بكل سهولة. لدينا مركب الأوكزالو أسيتيت، نازعة هيدروجين الماليت، تقوم بنقل تمائم الهيدروجين من التميم ناد H زائد H إلى الأوكزالو أسيتيت، يتشكل الماليت. الماليت يعبر الغشاء المتقدر بواسطة ناقل خاص يخرج بدلا عنه ألفا كيتو جلوتاريت. لا يجوز أن يدخل مركب دون أن يخرج بديلا عنه. يدخل الماليت إلى داخل المتقدرات، أيضا نازعة هيدروجين الماليت الأخرى تحوله مرة أخرى إلى أوكزالو أسيتيت ويعطيني مرة أخرى الناد H الذي يدخل السلسلة التنفسية. الأوكزالو أسيتيت يتم تحويله، يجب أن نحوله في الآخر إلى ألفا كيتو جلوتاريت. كيف؟ بتفاعل نقل أمين الأسبارتيت، أسبارتيت ترانس أمينيز.
كل هذه التفاعلات ستأخذها بالتفصيل عندما تدرس الحموضة الأمينية واستقلابها وتقويضها. بتفاعل أسبارتيت أمينو ترانسفيريز يتحول الأوكزالو أسيتات إلى أسبارتيت والجلوتاميت إلى ألفا كيتو جلوتاريت الذي يخرج خارجا إلى خارج المتقدرات. مرة أخرى ألفا كيتو جلوتاريت يجب أن يعيد تشكيل الأوكزالو أسيتات الذي انطلقنا منه بنفس الإنزيم ناقلة أمين الأسبارتيت. يتحول ألفا كيتو جلوتاريت إلى جلوتاميت ويدخل الأسبارتيت يتحول إلى أوكزالو أسيتات. والناقل الآخر المهم هو أنه يدخل الجلوتاميت ويخرج الأسبارتيت. أتمنى أن تلاحظ الفرق بين هنا والمكوك السابق. هنا نحافظ على الناد H وهناك نخسر واحد ATP. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الأجزاء الثلاثة من تحلل السكر. شكرا لكم وإلى اللقاء في مواضيع أخرى.